السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعار العملات العربية أمام الجنيه المصري اليوم 2/21/22 في مصر: سجل سعر الريال السعودي نحو 4 جنيه و18 قرش للشراء، 4 جنيه و19 قرش للبيع، وبلغ سعر الدينار الكويتي نحو 49 جنيه و25 قرش للشراء، 52 جنيه للبيع. أما الدرهم الإماراتي سجل 4 جنيه و26 قرش للشراء، 4 جنيه و28 قرش للبيع، بينما سجل الدينار البحريني 40 جنيه و41 قرش للشراء، 41 جنيه و74 قرش للبيع. وسجل الريال العماني 39 جنيه و69 قرش للشراء، 40 جنيه و88 قرش للبيع. وسجل الدينار الأردني 21.75 للشراء، 22.21 للبيع. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.